تقاليد الأكل مع القواعد تعتمد على نوعية القاعدة. إذا كانت القاعدة قوية فيفضل أنه يسلك سلوك الحبس بدلا من التعويض. وطبعا يعتمد على نوعية خلع. بدي أسجل دقيقة. زين، قلنا يعتمد على نوعية القاعدة ويفضل أن يسلك سلوك الحذف. وطبعا يعتمد أيضا على نوعية تاليد الأكيل. إذا كان ترشري فيفضل أن يسلك سلوك E1، وإذا كان برايمري أكيل هالايد فيفضل أن يسلك سلوك ال E2. هسه نجي نشوف شلون. Elimination is the loss of two atoms or groups from molecule which will typically results in the formation of a new pi bond. For example, the loss of HBr to generate alkene. يعني عندي هاليد الكيل هنا ترشري الكايل هالايد ودي أداء أفعله مع قاعدة، فراح يتكون لي كاربو كاتيون. هتقولوا لي دكتورة ممكن إنه هذا كاربو كاتيون يصير له سبستيتيوشن؟ نعم ممكن، فتفاعلات الإليمينيشن تاخذ والسبستيتيوشن تاخذ يعني ال parallel، تشتغل parallel to each other. ممكن إنه هذا ال O R يجي يقعد هنا ويكون لي إيثر، وممكن تنحذف هاي تجي القاعدة تهجم تهاجم تاخذ تقتنص هاي البروتون او الهيدروجين، والزوج الالكتروني يجي يسد الفراغ النقص هنا ويتكون لي الكين. رجاء مايكاتكم طلاب. شهد تسمعين اكو صوت؟ لا لا زين. فممكن تسلك السلوكين substitution و elimination. فإذا كان substitution فراح يجي تيرشري، هذا تيرشري كاربوكتين يجي ال OR هنا وراح يتكون لي إيثر، أو elimination بهاي الطريقة. برومايد can be lost first and then a proton removed to convert the carbocation into alkene. أول مرة هذا يطلع، بعدين هذا يجي هاجم على الهيدروجين حتى تتكون لي الدبل بوند. اذا طلع البرومايد فاعتيادي راح يتكون لي تيرشري كاربوكاتون، فلذلك يسموه فيرست اوردر اليمينيشن E1، عباره عن مرحلتين. زين زين. Alternatively the bromide and the proton can be lost synchronously second order elimination. ممكن انه هذا يهاجم وهذا يطلع بنفس الخطوة فيكون لي E2 second order elimination. زين، اذا عبارة عن خطوتين فهو حسب الكاربوكاتيون حسب المتكون. زين، عرفنا انه تيرشري كاربوكاتيون هو اكثرهم استقرارا. زين، elimination this is elimination unimolecular، هذا هو ال E1. elimination ليش يسموه E1؟ هو unimolecular. unimolecular means the red determining step involves in the in one molecule. هذه بس مجرد مقدمة عن ال E1 وال E2. شنو هو ال E1؟ يكون لي كاربوكاتيون. شنو هو ال E2؟ ما يكون لي كاربوكاتيون، ممكن مهاجمة و خروج للبي ار بنفس الوقت فيسموه اي 2. راح نجي على واحد واحد. الاي 1 اليوني موليكيولار مينز ذا ريد ديتيرمينينج ستيب انفولز وان موليكيول اجين ات از سلو ايونايزيشن تو جنريت كاربوكاتيون. راح تتكون لي خطوه بطيئه هي ريد ديتيرمينينج ستيب، وهي خطوه تكوين الكاربوكاتيون. الخطوه الثانيه اللي هي ريموفال اوف ذا بروتون هي خطوه سريعه،
زين. The electrons that were used for the CH bond, which is broken, go to form the new pi bond, CC double bond أو new pi bond. هاي الإلكترونات اللي جاية مالات الهيدروجين هي اللي راح تكون لي الباي double bond. بصورة عامة، أول خطوة بالإي 1 هي فقدان الهالوجين تكون لي كاربوكاتين. الخطوة الثانية هي مهاجمة البيس على الهيدروجين، وهذه اللون بير راح تجي هنا تسد الفراغ حتى يكون لي باي بوند. Competition of E1 with SN1. Often when a carbocation is formed, مثل ما تعلمنا سابقا، SN1 and E1 processes compete with each other. تتنافس مع بعضها. And the mixture of elimination and substitution of products occur. يعني أنا من يتكون عندي كاربوكاتيون من أفقد هاي البي آر من هنا، ممكن هاي الـ OC2H5 تجدو قد هنا يكون لي إيثر. زين، فالناتج راح يكون أسل راح تيرشر بيوتل إيثر إذا صار عندي SN1. وممكن إذا فقدت هذه البي آر وحدة من هاي الهيدروجينات راح تسد النقص ويتكون لي الكين 2 مثل بروبين، فالثنين جائز في حال تكوين كاربوكاتيان. The unsaturated products arise from E1 elimination and ether comes from SN1. اوكي، فيتنافسون مع بعض. اذا كان عندي تيرشري كاربوكاتيان عندي E1 و SN1 محتملة. Energy diagram، هذه هو الدايجرام مال الـ E1 اللي هو عبارة عن فقدان هذا الهاليد حتى يكون لي الكاربوكاتيون. المرحلة الثانية انه البيس تجي تاخذ البروتون والزوج الالكتروني يجي يحل محل النقص مال الكاربوكاتيون حتى تتكون لي دبل بوند. هذا هو الانرجي دايجرام. زين، The E1 reaction had a large endothermic ionization and this is the rate determining the transition state. E1 هو عبارة عن endothermic ionization، يعني تفاعل ماص للحرارة. يعني إذا أكسر آثرة اللي هي الآثرة مال CX ده أكسرها، زين، ف breaking bond فمعناته هو endothermal راح يحتاج طاقة. زين، ولذلك هي كمية احتياج الطاقة هي تعتبر الخطوة المحددة للتفاعل. الخطوة الثانية هي exothermic، خطوة ثانية اللي هي السريعة اللي هي مال إزالة البروتون، وهي خطوة باعثة للحرارة. The base does not figure in the reaction until after the rate determining step and therefore does not appear in the rate equation. هو first order reaction، فلذلك الخطوة المحددة للتفاعل تعتمد على تكوين الكاربوكاتيون. زين، الكاتيون سمري بصورة عامة، يعني إذا تكون لي كاربوكاتيون لربما يتفاعل بأربع اتجاهات. أول شيء ممكن إنه يتفاعل with the leaving group to return to the starting material. ربما هو نفسه الكاربوكاتيون يتفاعل مع الإكس مالته الأصلية حتى يرجع للستارتنج ماتيريال، يعني ما يتكون أي تفاعل. وربما يتفاعل مع النيوكليوفيل الموجود بمحيط التفاعل حتى ينطيني سبستيتيوشن رياكشن. زين، ال OR النيوكليوفيل اللي هاجمه ممكن يتفاعل وياه حتى ينطيني تفاعل تاويل، أو يفقد بروتون. زين، يعني الاحتمال الثالث أنه يفقد بروتون حتى ينطيني إليمينيشن، أو ينطيني ريأرينجمنت to give more stable cation and then react further. فهاي أربع احتمالات في حالة إذا تكون لي كاربوكاتيون. الاحتمال الرابع اللي هو rearrangement، هاي شو وقت هذا يصير؟ لما يعني يكون عندي secondary كاربوكاتيون، فممكن بنقلة وحدة لأي بروتون مجاور أو أي مثل جروب مجاورة راح يصير عندي rearrangement. زين، حتى يتكون لي tertiary كاربوكاتيون، ومن ثم tertiary كاربوكاتيون يا أما راح يسلق السلوكين يا أما substitution SN1 أو elimination عن طريق الـ E1. هاي خلوها ببالكم. Again، من عندي
كاربوكاتيون يتكون بالتفاعلي، اما هذا الكاربوكاتيون يتفاعل مع نفس الاكس هاليد الالكيل مالته اللي فقدها، يرجع يتفاعل مع نفس الاكس، هذا الكاربوكاتيون يرجع يتفاعل مع نفس الاكس ويرجع نفس الستارتنج ماتيريال، يعني ما يصير عندي اي تفاعل، او يتفاعل مع النيوكليوفيل الموجود بمحيط التفاعل فيصير عندي تفاعل تعويض، اوكي، او يتفاعل مع القاعده ويفقد بروتون ويتكون لي حامض اتش بي ار اتش سي ال، زين، ويتكون لي تفاعل حذف او ري ارانجمنت. اذا كان الكاربوكاتيون سكندري مثل ما شرحنا البارحة وبنقلة واحدة عن طريق نقلة بروتون واحدة أو مثل جروب واحدة ممكن إنه مجاورة، طبعا مجاورة أقدر أحوله إلى كاربوكاتيون تيرشري، نعم ممكن يسلك هذا السلوك، وبعدها من تكون تيرشري كاربوكاتيون همين يقبل الاحتمالين إيذر إي 1 أو إس إن 1، أوكي، السنين واردة فتنطوني، يعني تنطوني تو برودكت. زين هسه نجي على تفاعلات الـ E2. It is possible to have a second order elimination. هذا إذا كانت this occurs with a strong base. إذا كانت القاعدة مالتي قوية. شوفوا هسه هذا كاربوكاتيون المتكون إذا انفقدت الـ BR، فأنا عندي R هنا و R هنا و R هنا. زين ثلاثة CH3s. فممكن يتكون لي كاربوكاتيون تيرشري عادي. زين لعد ليش انا جيت قلت انه هذا اي 2؟ الفرق بالقاعده، القاعده اذا كانت قويه سي اتش 3 او ان اي، زين، صوديوم ايثوكسايد، صوديوم ميثوكسايد وليس ميثانول او ايثانول مثل هنا، مثل هنا انا دافع له مع ايثانول، زين، او ميثانول، هاي مو قواعد كلش قويه، هي نيوكليوفيل، انا اعتبرها نيوكليوفيل اللي راح يهاجم هنا ويصير لي سبستيتيوشن اعتيادي او اليمينيشن اولسو، يعني ايضا متوقع، لكن انا هنا دفعت مع قاعده قويه ميثوكسايد ايثوكسايد، هذه قبل ما تتحمل راس تجي تاخذ بروتون، ما تنتظر يتكون لي كاربوكاتيون والبرومايد ينفقد وما ادري شنو، ماكو على العجلة هذه تشتغل على السريع، قبل راح تجي تاخذ هيدروجين من نانا، الهيدروجين راح يسوي لي دبل بوند من نانا راح ينطيني الكين، زين، راح يتحرر لي كحول وبي ار ماينس، طبعا ان اي بي ار بهاي الحالة لاني انا اصلا مستخدمة ميثوكسايد، صوديوم ميثوكسايد، فصوديوم برومايد راح يكون لي كحول، زين، راسا راح اشوف اكو ملح راح يترسب والكين. Then, which eliminates a proton quicker than the substrate can ionize. Then, قبل ما substrate ionize ويفقد هذا ال BR هي قبل مستعجلة رأسا تأخذ بروتون. فهاي هي ميزة القواعد القوية. ما تنتظر. بالرغم من أنتم لاحظتوا لو ينفقد ال BR عادي يتكون لي كاربوكاتيون ترشري، والكاربوكاتيون ترشري مستقر. وممكن يسلك SN1 ويمكن يسلك E1. بس القاعدة هي اللي حكمتني بهاي الحالة. زين. Normally the SN2 reaction does not compete with E2. ما يتنافس ال SN2 ويا ال E2. ليش؟ ما عندي تفاعل تعويض ممكن لأن هذه صعب توصل هنا لأنه R بR بR. فما تتنافس ال SN2 ويا ال E2 مو مثل ال E1 وال SN1 يعطيني 2 products. ما يعطيني 2 products مثل هذا. مثل هذا. واحد حذف. واحد تعويض، لا هنا أنا ما يتنافسون مع بعض لأن الحالة الكيس تفرق، يعني عندي ستيرك فاكتور، هاي تخلوها ببالكم. زين since there is a steric crowding around the CX bond which retard the SN2 process، مع طول أكو عندي ستيرك فاكتور فهي اللي راح تعيقني. The rate is related to the concentrations of the substrate and the base giving a second order rate equation. E2 is elimination by molecular. يسموه E2 لأنه هو by molecular. هذا هو معناته. زين.
The methoxide ion is acting as a base rather than a nucleophile. Methoxide أو الإيثوكسايد، صوديوم ميثوكسايد، صوديوم إيثوكسايد هي تعتبر قواعد أكثر مما هي نيوكليوفيل، فلذلك راح تفضل إنه تقتنص هيدروجين أكثر مما تعوض الموجود. The reaction takes place in one concerted step with CH and CX bond breaking. هذه تنكسر CX عندي، راح تنكسر، راح تاخذها القاعدة، وهذه أيضا تنكسر عندي، راح تغادر. As BH و CC bond are forming، اعتيادي راح تتكون لي هاي الأصرة، شوفوا هذه راح تنكسر CH راح تطلع، وال CX أيضا راح تنكسر، فإذا انكسرت ال CH راح يكون لي BH يعني حامض، يعني كحول، راح يكون لي شو اسمه ميثانول، اثانول، فهي هاي البي اتش مالتي، لانه انا عندي ميثوكسايد دا يهاجم او ايثوكسايد، زين، يعني سي اتش 3 او ماينس، فسي اتش 3 او ماينس من تاخذ الاتش تصير كحول، فهاي هي البي اتش مالتي، هذه راح تروح ويا الصوديوم، يعني عندي هنا أنا اصلا بيسكلي هو صوديوم ميثوكسايد، فالصوديوم ويا البي ار يصير ان اي بي ار، اوكي، وراح تتكون لي هاي الدبل بوند. بخطوه راح ترسموا لي انتو عصره منقطه بدي ترانزيشن ستيت، راح ترسموا لي هذه خط عدل، والفوق اللي دا يتكون هو عباره عن اثره منقطه، وهذه من اثره منقطه على اعتبار انه هذه راح تنفصل، وهذه ايضا راح تنفصل، وهذه دا تتكون البي اتش بوند دا تتكون، زين، فاي شيء منقط هو احتمال كسر او احتمال تكوين، زين، فلذلك تخلوا لي هنا احتمال هذه دا تنكسر، واحتماليه انه هذه دا تتكون، وهذه ايضا منقطه دا تتكون، وهذه ايضا دا تبتعد دا تنكسر، كليته قوسين مربعه قالوا لي بلس عليه، مو بلسين وماينس، لا بلس، اشاره بلس وحده، زين، ها هي الترانزيشن ستيت. The elimination requires hydrogen adjacent to the leaving group، اكيد طبعا قديمه الشرط هذا قديم، انه اني لازم عندي هيدروجين مجاوره للليفنج جروب. If there are two or more possibilities of adjacent hydrogen mixture of products can result، يعني شلون؟ إذا أنا عندي أكثر من احتمالية وأكثر من هيدروجين كلها ممكن تحصل، فلذلك ينطيني mixture. For example، مثلا أنا عندي هذا CHBr وعندي CH2 CH2 CH3 وهنا CH3، فالمجاورات للبي ار اكو عندي هنا هيدروجينات اثنين وهنا هيدروجينات ثلاثة، فالقاعدة منين ممكن تقتنص؟ ممكن تقتنص منه وممكن تقتنص منه، زين، وممكن أيضا يكون لي كاربوكاتين سبستيتيوشن، ممكن، بس إذا كانت القاعدة قوية لا، يعني إذا إي 1 إي ممكن، إذا تفاعلات إي 1 بس هنا أنا عندي إي 2 فالقاعدة قوية ما ممكن إنه يتكون لي سبستيتيوشن، هذا فقط elimination، بس elimination بأكثر من اتجاه، لأن أنا عندي methoxide والميثوكسايد هو قاعدة قوية، فإذا أخذت الهيدروجين منه راح تكون الدبل بوند منه، راح ينطيني 2 بنتين، 2 بنتين هذا هو البرودكت الميجر، وإذا الميثوكسايد هاجم على وحدة من البروتونات المجاورة سواء هاي أو هاي أو هاي، كله نفس الشيء، فراح تتكون الأنصرة المزدوجة منها راح يطلع لي واحد بنتين، بس واحد بنتين نسبته خلينا نقول 20%، هذا 80%، تكتبوا لي ما ياهو الماينر وياهو الميجر، تكتبوا لي هنا مثلا بدل الماينر والميجر فد 20% بالامتحان، تكتبوا لي وهنا فد 80% بين قوسين 80%، زين ليش؟ منو يقدر يجاوبني؟ دكتورة غير حسب قاعدة ماركونيكوف؟ خطأ، حسب شنو؟ عافية، من هي اللي قوتني ستيزف؟ مريم دكتورة. نعم دكتورة. لا مو انتي، ذيك الأخ الصوت الثاني، منو؟ نعم نور عزيز. منو؟ نور عزيز. وبعد منو جاوب؟ نعم دكتورة. مريم سعدون. وبعد؟ دكتورة عاني مريم سعدون.
أو فيش من مريم ولا نور عزيز. الثالثة طيبة هادي. نعم دكتورة. أي أي أعتقد طيبة هادي هي اللي جاوبت أولكم. زين أو أنتوا ثلاثتكم مو مشكلة راح نعطيكم بونص. طيبة ونور عزيز ومنو مريم سعدون. شو اسمه والدك سعدون؟ ماذا يطلع لي اسم؟ مريم سعدون مصطاوي. مريم سعدون مصطاوي. دقيقة خلي أجيب ورقة وقلم. صحيح حسب سيزلز رول الإفقار الفقير اللي شرحت لكم اياها دكتورة بسمة مو شرحتها؟ لا ما شرحتها. ما شرحتها دكتورة. شرحتها. أنا وين يصير عندي الاقتناص؟ يصير عندي الاقتناص من الكربون اللي تحمل هيدروجين أقل. مريم سعدون نور عزيز وش اسمها طيبة هادي اللي جاوبت شو اسمها؟ نعم دكتورة بسمة هادي. طيبة هادي حسب السيزف رول القاعدة تقول هي الحذف منها راح يكون هو الأعلى الميجر لأنه هذه سي اتش 2 هاي الكربون بها سي اتش 2 وهاي الكربون تحمل سي اتش 3 ثلاثة سي اتش 3 هاي سي اتش 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 فهذه تكون الماينر يعني الحذف منها أقل وهاي تكون الميجر لأن هي أصلا بيسكلي هي أفقر من هاي فأفقار الفقير. Please the flow هي نفس القاعدة. فتقول the major product of elimination will be the one with most highly substituted double bond. أكثر شيء حتى الناتج يكون حتى ينطيني ال highly substituted double bond. زين مثل هذا. بس مثل هذا C double bond C وهنا عندي R وهنا عندي R. زين. فإذا الناتج ينطيني 2R أفضله يعني CR2 منها وR2 أفضله يكون أكثر احتمالية من الناتج إذا يكون CRH مثل هذه CRH والثانية 2R هذا أكثر محتمل يتكون من أبو CHR وCHR اللي هذا CHR CHR وهذا أبو الـ CHR ممكن يتكون بميجورتي بنسبة أعلى من أبو الـ CH2 و CR2 وهذا هذا أو هذا هذا أو هذا وهذن اثنين أعلى من أبو الـ CRH و CH2 اللي هو هذا CRH و CH2 زين هذا أقلهم هاي النسبة بحيث إذا كانت كل ما كانت الآسرة المزدوجة معوضة بآر أكثر الناتج راح يكون أعلى احتمالية يعني النسبة مالته أعلى بالناتج فإذا كانت عندي two possibilities هسا مثلا هذا CRH CRH وهذا CRH CH2 لو ألاحظ CRH CRH أعلى من أقول CRH CH2 فأكيد هذا major وهذا minor زين This order is also in the order of stability of alkene. أكيد طبعاً stability of alkene كل ما كانت الآرات أكثر بالألكين كل ما زادت استقرارية الألكين فلذلك هو أعلى احتمالية كل ما كانت الآر أعلى زادت stability of alkene. زين هسه نجي على الستيريوكيمستري of E2 like SN2 E2's P2 follows a concerted mechanism. One where bond breaking and formation occur at the same time. كسر وتكوين آثر بنفس الوقت. The partial formation of bond in transition state lowers the energy of the transition state
نو فري كاتيون، ما يتكون عندي فري كاتيون، ما عندي كاربو كاتيون. زين، وانما تكوين اثر او كسر اثر بنفس الوقت. Typically the concerted mechanism required suitable geometries so that the orbitals of the atom involved in the bond breaking and formation can overlap just right so the electrons can smoothly flow from one bond to another. هذا يحتاج جيومتري خاصة، يعني ستيريوكيمستري خاصة، حتى الأوربيتالات مال الذرات يعني اللي مشتركة بالبوند بريكنج والبوند فورميشن تقدر تتداخل مع بعض، ولذلك الإلكترونات راح تقدر تتحرك smoothly from one bond to another. يعني شنو معناته الكلام؟ The SN2 reaction requires backside attack، مو تمام؟ احنا اخذناها من الخلف يهاجم الـ SN2، وقلنا inversion مو صحيح، وقلنا stereo specific تمام، بينما ذاك الـ SN1 بـ retention وبـ inversion فينطيني mixture. زين، الـ E2 reaction requires coplanar arrangement of orbital، يحتاج orbitalات coplanar arrangement، ترتيبها بحيث يكون coplanar. هسه أراويكم شلون. The partial pi bond in transition state requires a parallel alignment of two pi orbitals، لازم وحدة تكون مقابل له حتى تتكون عندي pi bond بطريقة يعني أسهل وأقل طاقة. The electrons that were once the CH bond must start to overlap with the orbital that leaving the group is vacating. يعني شلون the 2sp3 orbital involved must be arranged parallel to achieve this overlap. هذه ال sp3 orbital two different arrangements satisfy this requirement although one is preferred over the other. هسه نجي نلاحظ شلون أنا عندي هسه هنا هذه هذا المركب ب مجموعة مغادرة اللي هي CX. زين، وهي 2R group، وهذاني 2R group، وأنا عندي قاعدة. القاعدة من تجي تهاجم تأخذ البروتون أو الهيدروجين، هاي ال 2 pair of electron اللي راح تجي هنا تسد النقص هذا الفراغ، وهذا راح يجي يغادر ياخذ شوالاته ويطلع، ياخذ الكتروناته ويطلع، ما يغادر وحده، فراح تتكون لي تداخلات. هاي فاي بوند الجديده. زين، هذا يسموه انتي كوبلانر ترانزيشن ستيت اللي هو ستاجرد كونفرميشن. ستاجرد كونفرميشن لو تلاحظ عندي هاي السي هاي بالسنتر، سي ار ب ار ب اتش اللي هي هاي سي ار ب ار ب اتش وراها، وكانه انت تباوع لها منها، وكانه انت واقف هنا ودا تباوعها. هاي السي بوجك صايره، وراها صايره سي ار ب ار ب اكس صايره لي ورا. زين، هاي هي هذا هو نوع من انواع الاستيريو كيمستري اللي المفروض كان تشرح لكم اياها الدكتوره بسمي. ليش قلت لكم الاستيريو كيمستري مهم؟ يعني هواي راح تتطرقوا له هسه انا وسنت له، فيعني للأسف إنه ما راح تقدرون تاخذوه، لأن كل شيء يعني يوضح لكم، كل شيء يوضح لكم الصورة كأنه أنت عينك واقف منها، فاللي بوجهك صايرة هذه، وراها اللي أنت مدى تشوفها هاي الكربون. زين، فآر بآر بأكس هذولي أنتاي، هذولي أنتاي، لأن الإتش من طرف يعني وحدة عكس الأخ، والإكس من طرف آخر، وحدة لي فوق والأخ لي جوه. هذا يسموه staggered conformation، طاقته قليلة، طاقته أقل من ال eclipsed. eclipsed conformation إذا أنت تتباوع على إذا أنت عينك واقف هنا، فمنو بدك تشوف بوجهك؟ تشوف هاي ذرة الكربون اللي بها R ب R ب H اللي فوق، وكذلك الإكس بنفس الاتجاه، أم الإكس اللي فوق ب R ب R، وحدة خلف اللخ. هذا يسموه سن. سن كوبلانر ترانزيشن ستيت، او يسموه اكليبست كوبلانر، هذا طاقته اعلى،
يعني لو نقارن الستاجر بالإكليبس، طبعا الستاجر طاقته أقل لأنه من راح يجي البيس يأخذ بسهولة هذه الخروج، بينما هذا البيس أكو ريبولشن، من جت البيس هي مشحونة بشحنة سالبة، وهذه الأكس من تريد تطلع أيضا تطلع هي وسالبة، تأخذ إلكتروناتها وتطلع، فراح يصير عندي نوع من التنافر، هو حيصير التفاعل مو ما يصير، راح يصير عندي باي بوند، بس فراغيا أكو شوية يعني تنافر، راح يكون شوية طاقته يعني أعلى. زين بس النتيجة هو الناتج نفسه، يعني نفس الناتج. When the hydrogen and the leading group are anti to each other، يعني وحدة عكس اللوخ، يعني الثيتا 180 بيناتهم بين الهيدروجين وبين الهالوجين، this is called anti coplanar conformation. لكن لما الزاوية تكون صفر اثنيناتهم بنفس الجهة بنفس الاتجاه، the hydrogen and leaving group eclipse each other، يسموها eclipse، مو anti، يعني بنفس الاتجاه، and this the syn coplanar conformation. زين، the anti coplanar is of lower energy and is by far the most common. هو طاقته أقل، يعني طاقة التنافر أقل، فلذلك هو الموست كومن. And the intercoplanar conformation, the base and the leaving group are well separated. مفصولات، واحدة بجهة والأخرى بجهة المعاكسة تماما. Thus removing electron repulsion. زين، ما عندي تنافر بيناتهم. بينما syncoplanar conformation requires the base to approach much closer to the leaving group which energetically unfavorable. فلذلك يعني هم حيكونون بنفس الجهة، فهذا يضطر أنه القاعدة تقترب كلش من الأكس، وهم فيناتهم شحنتهم سالبة، فرح يصير بيناتهم أكو تنافر. زين، the syncoplanar conformation requires the base to approach much closer to the which energy phase. Certain molecules which are held in a fixed eclipse type conformation may undergo syncoplanar. أنا ما أريد أدخلكم بالستريوكيمستري مال السايكلوهكسان، أنتوا أصلاً ما أخذين الستريوكيمستري، فما تعرفون إنه هو هذا بوت confirmation لو ذاك اللي أخلو chair confirmation، ما أخذيها أنتو، فهذا تركو، هذا السطرين وهذا الرسم تركو. A2 using diastereomers. The A2 reaction is a stereo specific reaction. A particular stereoisomer react to give one specific stereoisomer. احنا قلنا ال SN1 وال SN2، ال SN2 هو stereo specific يسوي لي inversion، مو صحيح؟ وقلنا ال SN1 يسقطني لك السعر، ال E2 هو stereo specific. شلون ال SN2 stereo specific؟ زين، هذا شنو معناته ستيريو سبيسيفيك؟ معناته انه بارتيكولر ستيريو ايزومر هو اللي يتفاعل، مو اي ستيريو ايزومر، حتى ينطيني وان سبيسيفيك ستيريو ايزومر. ان ذس ستيريو سبيسيفيك سينز ات بريفيرز انتي كوبلانر ترانزيشن ستيت فور اليمينيشن. نشوف شو راح يصير. زين، كونسيدر ذا فولوينج دايستيريومرز. عندي S وعندي R diastereomers، فإذا جت البيس هاجمت على هذا تكون الدبل بوند، منها طلع البي R، راح يكون لي ترانس، راح يكون لي ترانس الكين، يعني هاي الفنل هنا والفنل هسه، هذا ميثان إيثان بروبان، اثنين ثلاثة داي فنل برومو بروبان، هذا المركب ميثان إيثان بروبان، برقم اثنين شنو عندي فنل، برقم ثلاثة عندي فنل وعندي بي آر، فاثنين ثلاثة داي فنل برومو بروبان،
راح ينطيني ترانس في حالة إذا كانت الفنل من هالجهة والفنل الأخرى عكسها، واحدة لي جوا واحدة لي فوق، زين؟ فهذا هو الكين، فهذا هو ترانس. في حالة الـ RS diastereomers give trans الكين. في حالة الـ RR diastereomer راح ينطيني سيز عفوا راح ينطيني سيز، لأنه الفنل اثنينات حلقة البنزين تكون بنفس الاتجاه. فلذلك الاس ار ينطيني ترانس، والار ار ينطيني سيز. فلذلك اقول انه على الاي 2 هو ستيريو سبيسيفيك مثل الاس ان 2. الاس ان 2 ايضا قلت عن ستيريو سبيسيفيك راح يسوي لي انفرجن توتال للمولكيول. اذا جت الاو اتش هاجمت من طرف وطلعت البي ار 100% انفرجن. زين دي هالوجينيشن بهاي الحالة انه انا عندي اثنين مجاميع هالوجين، قلنا فاسينال لو جيمينال ذن يسموها ذن جيمينال تو ايتش اذر، وحدة بصف له. هذا ممكن انه يكون لي الكين from vaginal diabromide. Sorry, vaginal. From vaginal diabromide. Geminal اثنيناتهم على نفس الكربون. هذا vaginal diabromide by reaction with iodide ion via E2 process. لما اثنيناتهم يخرجن ال BR فيصير عندي dehalogenation، يعني راح اطرح X2 مو dehydrohalogenation. يعني ما اطرح HBR، راح اطرح X2. زين فهذا يفضل انتي كوبلانر، فراح يصير عندي سيز، يكون الناتج عندي سيز من افقد جزيئتين ثرتين من الهالوجين. اي تو رياكشن ان سايكلوهكسان، هذا عفو سايكلوهكسان سيستم، لان انتم اصلا ما ماخذين انه هذا هو تشير، شويه معقد، انتم ما ماخذين ستيريو ولا راح تاخذون. زين اخر شيء راح اجي اقارن الـ E2 بالـ SN2، الـ E1 عفوا بالـ E2. هذا base strength unimportant، بس هذا strong base required. زين هذا الـ E2، هذا solvent polarity no so important، لكن هذا good ionizing solvent required. هذا شو اسمه يعتمد على تركيز هاليدي الألكين لوحده، بينما هذا هي مهم أن تركيز القاعدة أيضا تكون داخلة بالموضوع لأنه هو E2. هذا حسب السيزف أورينتيشن، وكذلك أيضا هذا الحذف يكون حسب السيزف أورينتيشن. No special geometry required، هذا co-planarity required anti أكبر بهواية من السن. No rearrangement، وهذا rearrangement ممكن لأن يعني عندي يتكون كاربوكاتين، فكلش ممكن انه يصير عندي rearrangement. زين substitution versus elimination بصورة عامة بغض النظر عن نوع substitution ونوع elimination. The strength of the base or nucleophile will dictate the order of the reaction. إذا عندي strong base will react more quickly than quickly and create second order kinetics. إذا عندي قاعدة قوية ميثوكسايد صوديوم هيدروكسايد إيثوكسايد، خلوها ببالكم هذني قواعد قوية قبل راح يصير عندي شو اسمه E2 مو E1، راح يصير عندي E2 هي اللي تحدد نوع التفاعل أو SN2. أوكي زين primary halide usually undergo SN2 الاعتيادي primary halide alkyl SN2 with good nucleophile. Also watch for rearrangement for more stable cations if ionization is possible.
هذا قبل أسنتو يصير له، يعني هاليد الكيري برايمري، بينما السكندري ممكن يصير له ري أرنجمنت. مباوع ممكن يصير له ري أرنجمنت حتى ينطيني ستيبل كاربوكاتيون إذا بوسبل، أوكي أمشي. تيرشري هاليد الكيل دو نوت أندرغو أسنتو ريأكشن أكيد لأنه ستيرك فاكتر، مور لايكلي تو أندرغو إي تو زين with a good base. إذا عندي قاعدة قوية فاعتيادي راح يسلك سلوك الـ E2 or E1 and SN1 otherwise، راح يسلك E1 أو SN1 إذا تيرشري هاليد الكيل زين. Secondary هاليد الكيل can react in all ways hard to predict. Secondary ممكن SN1، ممكن SN2، ممكن E1، ممكن E2، ممكن ولا ممكن. High temperature إذا عندي درجة حرارة عالية فأغلب شيء راح يصير التفاعلات elimination. The nucleophile أو البيس will usually favor one or the other type of reaction. إذا tertiary butoxide for further elimination. Bromide and iodide further substitution. إذا بيوتوكسايد تيرشري بيوتوكسايد قاعدة فأكيد إليمينيشن لأن هي بالكي، لأنه تيرشري بيوتوكسايد يعني RO ماينس بس الـ R عندي تيرشري بيوتوكسايد فأكيد راح تفضل الإليمينيشن، راح هي تأخذ بروتون وتأخذه وتمشي، ما راح يصير لها تعويض لأن هي ضخمة أصلا. برومايد and iodide further substitution زين. هي خلاصة كلامنا. سألتوني على أمثلة، أعطيكم هاي المثالين حاولوا تحلوها. مثلا يجيكم بالامتحان outline the synthesis of the following compound from isopropyl alcohol. أنا عندي كحول وأريد أحضر من عند isopropyl bromide فاكتبوا لي المعادلة زين. أو أليل كلورايد، أليل كلورايد أرد أحضرها من إيزوبروبيل الكحول، هيش يجيكم بالامتحان زين. حاولوا تحلوها وتتمرنون عليها. Write the equation for the most likely side reaction زين. Write equation for the most likely side reaction in the conversion of any butyl bromide into واحد بيوتانول عن طريق التفاعل مالته ويا NaOH. تفاعل واحد بيوتانول ويا NaOH زين. لا يعني شو اسمه افاعل ال N-butyl bromide أفاعل ويا NaOH حتى ينطيني شنو واحد بيوتانول، تغطوني المعادلة شلون تصير يعني والميكانيكية مالتها شلون تصير. فهي شي يجيكم بالامتحان طلاب. أوكي أكو أحد عنده سؤال لحد هنا؟ أنا يعني بعد خلصت المادة وياكم وخلص السمستر إن شاء الله نلتقي سنة اللوخ إذا الله انطانا عمر وعافية، أخذكم بصف ثاني عقاقير إذا الله انطانا عمر وعافية. طلاب أكو أحد عنده سؤال؟ تقرون المادة زين؟ هسه أنتم يعني دا أتخيل إنه صارت عليكم هواية ودا أتخيل إنه صارت خربطة عليكم، فراح تقروها هداي هداي وراح تشوفون تحطون تكتبون ورقة وقلم شنو الأس سوري شنو الأس إن ون، شنو الـ E1، شنو الـ SN2، شنو الـ E2، شنو هي ظروف التفاعل، هذا شنو ممكن ينتج من عنده، ذاك شنو ممكن ينتج من عنده زين. تخلوها قدام عينكم وتشتغلون على هاي المركبات وتشوفون شو ممكن تسوون الميكانيكية وشو ممكن تنطوني هاي النواتج من هاي المتفاعلات. هذا رح أحمل لكم هذا الملف على الكلاس.
هذا مو لغرض هوم وورك او شيء، هذا انتم بيناتكم تحلوا تتناقشون بي. زين، اكو احد عنده سؤال؟ عفوا عبد الملك، انا ادري الماده شويه صارت هوايه عليكم، واحتمال لاصت في بعض الجوانب، ما يخالف راح ترجعون تقرون الملزمه وتسمعون التسجيل الصوتي، وتخلون يعني بورقه وقلم تحطون كل اربع شغلات عندكم، الاي 1 والاي 2 والاس ان 1 والاس ان 2، وتشوفون كل وحده شلون، وين الانفيرجن يصير، ياهو اللي ممكن يصير بها راسمك ياهو لا، الكاربوكاتيون اذا كان عندي كاربوكاتيون تيرشري شنو ممكن يسلوك يا سلوك، وين يدخل بيا تفاعلات، القاعده اذا كانت ضعيفه او قويه بيا تفاعلات، قلنا القواعد القويه هي صوديوم هيدروكسايد ميثوكسايد صوديوم ميثوكسايد صوديوم ميثوكسايد، هذني القواعد القويه. الكحولات مثلا تعتبر نيوكليوفيل جيد لكن قواعده اضعف من الميثوكسايد والايثوكسايد، وهكذا هيك تقدرون تميزون. واذا عندكم سؤال مثلا نقدر او نحل هذني اذا تردون انتم صفنوا بها ورا ما تقرون، مثلا ليله الامتحان او شو وقت مثل ما سوينا ذاك المره، نتناقش نحلها اذا تحبون، اخذكم ساعه اضافيه اذا تردون، يعني اذا تردون، اذا ما تردون اكتفيتوا بعد احسن. اكو احد عنده تعليق؟ خلينا ننزل لكم رابط الحضور، سجلوا حضور وروح الله وياكم.